فإن قال قائل كيف تبين هذا المعنى وأنت تقول الحديث ضعيف؟ ما الجواب يا إبراهيم؟ طيب يا محمد ايش؟ يعني ان هذا قال الاخ ان معرفة معناه تنفع اذا وقفت على من صححه، فمن اهل العلم من يرى هذا الحديث ثابتا، لكن الاقرب انه ضعيف. هذا الجواب الاول. والجواب الثاني ايش؟ لماذا؟ قل اخونا الجواب الثاني ان عاده اهل العلم جرت على شرح الاحاديث الضعيفه. لا تجدون احد شرح كتاب قال انا اشرح الصحيح الضعيف ما اشرحه، ما تجدون ابدا، لان المقصود بيان المعاني الصحيحه وان ضعفت الالفاظ المرويه فيها. فالمعنى هذا صحيح، المعنى هذا صحيح، أن العبد يؤمر بإحراز ما فاته من الكمالات وما يتوقاه من السيئات، فتارة تكون المعاني صحيحة وإن كانت الألفاظ التي رويت في ذلك الحديث ضعيفة.